الله وبركاته، اهلا بيكم في قناتنا وفيديو جديد. والنهارده ريفيو جديد عن منتج. المنتج النهارده اللي هنتكلم عنه هو منتج فعال جدا، عن تجربه، وتجربه فتره مش قليله، يعني اكتر مثلا من سنه او سنتين. المنتج ده حلو جدا وبيغني جدا، يعني كل بنوته او كل مدام او كده انها تروح للكوافير، يعني مجرد ما هي بتستخدمه فعلا هتحس بفرق كبير جدا، وهتحس انها مش محتاجه المشاوير اللي كان دايما بتعملها ان احنا تروح للكوافيره. يعني النهارده المنتج بتاعنا هو بنتكلم على الشفرات، اللي هي شفرات فلامينكو. وبقصد بالفلامينكو بالذات لان في الاسواق في انواع كتير من الشفرات، بس في انواع منها بصراحه رديئه ومش كويسه، ممكن لو حد استخدمها بتديله زي انطباع سيء، في يعني ممكن يقفل خالص ان هو يستخدم الشفرات دي عامه. فافضل من افضل الانواع تعتبر الموجوده في السوق ومتوفره في كل الدول العربيه هي الشفرات اللي هي من فلامينكو، واللي هي بتبقى صناعه ياباني، هي ميد ان جابان، يعني هي صناعه ياباني. سعرها حلو بالنسبه لانها بتقعد فتره، يعني الشفره الواحده زي ما انتم شايفين كده في الشكل هي المفروض بتيجي ثلاث شفرات، والواحده منهم ممكن تقعد معاكي فتره كبيره. يعني انا دي معايا اكتر من سنتين مثلا، وما استعملتش منها الا واحده، ولما حسيت انها بردت شويه بدات استخدم في الثانيه. لكن هي برده حتى لدرجه ان اول واحده ممكن تكون برده بتعمل يعني كويس. هي الشفرات دي هي شفرات نسائيه بتستخدم يعني لازاله الشعر من الوجه، هي مخصوصه جدا للوجه والرقبه، للاماكن اللي هي بتبقى طبعا حساسه شويه، غير الشفرات اللي هي بتستخدم للجسم. دي الميزه بتاعتها انها يعني زي ما احنا هنشوف شكلها كده، هي بتتفتح وتتقفل عشان طبعا الامان كده، سهله جدا ومش خطر ابدا، مش بتعور، يعني ما بتسببش اي جروح في البشره. والطبقه نفسها بتاعتها بيبقى زي عليها زي شرشره كده او تعاريك، دي ميزتها انها مخصصه لشعر فعلا الوجه، بتبقى كويسه جدا وبتبقى مرنه جدا معاكي وانت بتستخدميها، ما بتسببش اي التهابات ولا اي جروح خالص في البشره، عن تجربه بجد مش بتعور الوش خالص، يعني مهما يعني زودتي مثلا او عدتي على المكان اكتر من مره ما بتسببش انها تسبب جروح. ميزتها ان انت بتستخدميها على بشره بس تكون نظيفه، يكوني غاسله وشك ومنشفاه كويس، يعني بشره جافه مش بتحتاجي تحطي اي لوشن او اي حاجه عشان تسهل، بالعكس على بشره جافه ميزتها انها كمان بتطلع الجلد الميت اللي هو موجود في البشره، يعني هي هتلاحظي انها بتشيل زي قشور كده اللي موجوده في البشره اللي هي ما بتطلعش اصلا باي طرق تانيه، وبتشيل الشعر السويد جدا اللي هو بنسميه الشعر الوبري اللي موجود في البشره في الوجه. يعني فبعد ما بتستعمليها بتلاحظي فعلا المكان نفسه فرق كتير وشالت كل شعر صغير او الكبير. ميزتها كمان يعني خلاف اللي هو المتوقع ان الناس ممكن تفكر او البنات يفكروا ان الشفره لا ممكن هتزود الشعر او هتخليه لازم تعملي بسرعه كتير كل يومين ولا كل حاجه، لا بالعكس الشعر بيطلع بالمعدل الطبيعي خالص، بالعكس يعني ممكن الموضوع يستمر اكتر من 3 اسابيع وتلاقي لا اللي هو العادي، يعني اللي هو مش الاوفر، مش اللي هو الكتير، بالعكس ممكن تكوني بتعملي في كوافيره بس بتلاقي الشعر بيطلع باستمرار اكتر. فهي مش بتزود الشعر ابدا، مش بتسبب جروح، امنه جدا، سهله جدا وسريعه جدا، تنجز جدا، صغيره في الحجم، تقدري تاخديها معاكي في شنطتك في اي ظرف او في اي يعني اللي هو في الطوارئ على طول، بتنجز معاكي جدا. فبصراحه انا حبيت ان انا اعمل ليها ريفيو لان بعد ما كنت بسمع عنها بس بعد الاستعمال وفتره كمان فتره طويله لا فرقت معايا كتير، خصوصا اللي هم مغتربين مثلا او اللي هم بره مصر، وطبعا مش متوفر ان هم يروحوا في اماكن بره او كده، فدي بتنجز جدا معاكي بالذات وانت في البيت ومش بتحتاج ان انت تروحي اي مكان ولا تخرجي، وخصوصا دلوقتي الفتره اللي احنا فيها دي عشان كورونا، فدي الحل الامثل بصراحه اللي انت تستخدميه وامن وما فيهوش اي مشاكل. بس هو ده ريفيو النهارده بتاع الشفرات الفلامينكو. اتاكدوا بس ان انتوا تجيبوها النوع الاصلي اللي هي بقى مكتوب عليها ميد ان جابان، سعرها بيبقى في المتناول يعني مش غاليه قوي، وبتقعد معاكي زي ما انا قلت لك، فجربوها كده وقولي رايكم في الكومنتات. اللي جربها يقول لي رايه في الكومنتات، واللي لسه ما جربهاش وهيجربها ان شاء الله
ما تقلقيش، وان شاء الله تطلع معاكي كويسه جدا وتحبيها وما تقدريش تستغني عنها خالص. بس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك وبالشير وشير الفيديو ده مع اصحابك وكل اللي انت بتحبيهم وعايزه تفيديهم، وكمان دوسوا على السبسكرايب يعني اشتراك في القناه، ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو احنا بننزله. استنونا بقى فيديوهات ريفيوهات عن منتجات تانية ان شاء الله باستمرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.